السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نتحدث في وقفتنا عن الثقافة الرياضية لهذا الأسبوع، عن مخاطر وضع الكمامة أثناء ممارسة الرياضة. تحدث الكثير عن هذا الجانب، خاصة مع تفشي وباء كورونا اللي ساد العالم تقريبا وكل الكرة الأرضية من المشرق حتى المغرب، وبالتالي كثر الحديث حول كيفية الحماية أو الوقاية من هذا الجانب. طبعا ارتداء الكمامات في الوضع الطبيعي الجديد للبشرية يأتي عن طريق عينات ومصانع مختلفة وخطوط إنتاج مختلفة، ووسط حتى الأندية أصبحت اليوم تصنع بعض الكمامات المرتبطة باللاعبين أو الجمهور المنتمي لهذا النادي. كذلك في أوساط الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي كثرت قضية الحديث عن موضوع الكمامات وخطورتها، وخاصة أن يعني يمكن ناقوس الخطر دق عندما توصل الممارسين إلى والمتابعين طبعا إلى خطورة هذا الجانب من نقص الأكسجين عند وضع الكمامات بالنسبة للممارس للرياضة، وبالتالي انخفاض هذه النسبة في الجسم، وطبعا شعور الفرد الممارس للنشاط الرياضي بالعياء والتعب بعد استنشاق هواء الزفير اللي هو ثاني أكسيد الكربون، الذي هو يعني يؤثر تأثير سلبي على الممارس ويصيبه في بعض الأحيان بالدوار، وقد يؤدي إلى الموت مثل ما احنا شفنا خلال بعض المواقف التي تمت على مستوى العالم، وكذلك التجارب اللي تمت من خلال بعض الدراسات. الأطباء وجهة نظرهم أنه إذا أنت تقوم بمجهود بدني سهل ويسير مثل المشي من الممكن أن ترتدي الكمامة، ولكن عندما يتم المجهود هذا يتصاعد إلى أن يصبح هرولة أو جري، عندها تكون خطورة على الشخص ارتداء الكمامة أثناء طبعا الممارسة الرياضية. خلال الشهرين الماضيين بفضل زيادة معدل لبس الكمامات في العالم، ظهرت تقارير عن حالات انهيار الرئة، وهذه الأول مرة نسمع هذا المصطلح، بسبب الضغط الذي يحدث عليها عند لبس الكمامات، وهذه التقارير متوقع نشرها مستقبلا وصدور توصيات لعدم لبس الكمامات لدى المنظمات الدولية. دراسة مخاطر ارتداء الكمامة أثناء ممارسة طبعا الرياضة، مثل ما أسلفت أنه في دراسة في هونغ كونغ قام بها المتخصص البروفيسور لي وي على 10 طبعا ممارسين للنشاط البدني، 5 من الذكور و5 من الإناث، وطبعا ذلك باستخدام التريدميل أو السير المتحرك كما هو الحال متعرف عليه بارتداء الكمامة. لوحظ طبعا في هذه التجربة أو هذه الدراسة على زيادة في عدد نبضات القلب عن المعدل المطلوب، وتأثر في درجة الحرارة الجسم والإجهاد الحراري، بالإضافة إلى طبعا الضيق أثناء الممارسة وأداء هذا الاختبار أو هذه الدراسة. أيضا حالات واقعية مثل في 2 من الطلاب الصينيين ماتوا في أثناء ممارستهم لحصة التربية البدنية في اليوم المدرسي، وكان يرتديان الكمامة، معدل أعمارهم تقريبا 14 عام. انهار واحد في الحصة أثناء عندهم هناك اختبار للمعدل اللياقة البدنية اللي هي الجري لمسافة 1000 متر، وللأسف سقط بعد ما ميت بعد يعني هذه الحصة، والآخر تم أيضا بعدها بستة أيام توفى هذا الطالب. إذن بعد هذا بعد هذه الحادثة أوقفت الحكومة الصينية ارتداء الكمامات أثناء ممارسة النشاط البدني. الوقاية من المخاطر، مخاطر ارتداء الكمامات طبعا، إذا
أنت كنت كممارس ترتبط بالشروط الموجودة، التباعد من خلال 6 أقدام أو على الأقل 2 متر، الجري في مسافات أيضا تكون عادة مفتوحة، استخدام أيضا المخاطر في موضوع انخفاض نسبة الأكسجين إذا في الدم وفي الدماغ، وممكن أن يشعرك بوجود الضعف والوهن أثناء الممارسة. أيضا من ضمن المخاطر التسمم بثاني أكسيد الكربون نتيجة إعادة استنشاق الهواء الذي يخرجه الإنسان أثناء الزفير، وهذا أيضا يؤثر على حواس النظر والسمع، بالإضافة إلى ضيق التنفس والصداع وفقدان الوعي، وإلى تسارع نبضات القلب وزيادة الضغط ضغط الدم، ومن الممكن أن تؤدي إلى الوفاة. نحاول أن احنا نتخذ الإجراءات السليمة مثل التباعد، مثل إذا كان في مجال نحن نمارس لوحدنا ما يكون حد معانا أو في مسارات بعيدة، يفضل أن تكون يعني عند ارتدائك للكمامة ما تكون من أكثر من طبقة، طبقة واحدة كفاية حتى لا تتأثر أيضا بما أسلفنا ذكره. الخلاصة أن هناك نقص شديد في موضوع البحث العلمي في هذا المجال، ونحتاج إلى فترة طويلة حتى تكون هناك يعني دراسات واقعية رصينة حول الأضرار، لأن حتى الآن هي اجتهادات أو دراسات محدودة. كذلك بالنسبة لمواصفات الكمامات وغيرها حتى الآن لسنا مدركينها بالشكل المطلوب، ولكن الحذر واجب في كل الأحيان. شكرا لكم، وللحديث عودة بإذن الله، إلى اللقاء.